انا قرفت والله العظيم قرفت. بص القهر يا رب يا رب خلصني بقى من اللي انا فيه ده لان انا طهقت. استغفر الله العظيم يا رب. في ايه يا هاجر بتبرطمي في ايه على الصبح؟ لا مفيش حاجه يا حبيبي مفيش اي حاجه. كل شويه اقعد اكنس ام السجاده بسبب ان انت بتخش بالجزمه. ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ عادي يعني يا هاجر عادي. عادي وصحتي انا بالنسبه لك عادي؟ يا ستي انا ماسح جزمتي قبل ما ادخل. تلاقي خالك لما كان هنا رجليه وسخه فما مسحهاش. خالي انت كمان بتغلط في عيلتي. وقصدك بقى ان احنا عيله مش نظيفه وجزمها متوسخه؟ الصراحه بتاعت ربنا. اه يا هاجر الله يرحم يا حبيبي. خالي اللي انت بتتكلم عنه ده كنت بتبص ايده علشان يوافق عليه. عشان كنت غبي. فعلا فعلا انت كنت غبي وانا بقى كنت اغبى. مش خالي ده يا حبيبي اللي وقف معاك في الجهاز؟ هم 500 جنيه وعشان راجل بزمتين كان مفهمني انهم نقطه بعد كده رجع يطلبهم مني والحمد لله رديتهم له. لا لو انت ناسي بقى انا فكرك. انت دفعت منهم 150 جنيه وباقي ليه عندك 350 جنيه يا غلطان. شوفي مين اللي بيخبط. والله ما انا فتخلي بقى اللي يقف يقف. خلاص خلي اللي على الباب بقى ايه بقى فاتح كده. لا يا هاجر انت اصلا ما بتسمعيش الكلام اصلا. لا يا ستي والله يا ولاد صلوا على النبي خلاص ما تضايقوش نفسكم. انا دخلت خلاص. انت دخلت هنا ازاي؟ اصلي شفتكم كده من كام يوم وانتوا بتخبوا المفتاح في البوكس بتاع العداد. مالكوا في ايه خير؟ بتتخانقوا ليه؟ تعالوا بس نقعد ونتفاهم. البيت بيتكم اتفضلوا. خير بقى يا ولاد كنت بتتخانقوا عشان ايه؟ يرضيك كده يا استاذ ايمن اطلب منه 500 جنيه علشان اجيب شنطه جديده. ما يرضيش يديني وكمان نفسي اعمل شعري وخايف اقول له على فلوس لانه يقعد يزعق لي. ده انا لو بطلب منه نفقه كان اتضايق. اسمها صدقه يا جهله. انا جهله. اه جهله وما بتفهميش. انا فعلا جهله اللي انا عايشه. والله العظيم ما بتفهمي اي حاجه. لا 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 خلاص يا ولاد خلاص صلوا على النبي. عليه الصلاه والسلام. ايه اللي حصل؟ يا استاذ ايمن الغسيل في الغساله بقاله يومين مغسول وما اتنشرش. نفسي افهم ليه الغسيل عفن. يعني مش عشان دخلت بالجزمه ووسخت الارضيه؟ شفت بقى يا استاذ ايمن شفت ما بيساعدنيش في اي حاجه. بكنسه بمسحه وبغسل هو بس حتى كوبايه الشاي اللي بيطفاها بيكسر يوم يشيلها. كدابه و60 كدابه. دي ماسكه التليفون ال 24 ساعه والنت وباقه النت. وخالي واصل بكلم خالي. لا معلش ما جبتش. اه والله العظيم لا هقدر اجيب سيرته بقى يا هذا. والله العظيم خلاص يا ولاد خلاص صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. حد يا استاذ حسن يزعل الاستاذه هاجر وهو في طعامه الاستاذه هاجر ولا حلاوه الاستاذه هاجر؟ قول له طلعها دي مجنونه يابا. وانت يا استاذه هاجر ده ما فيش زي الاستاذ حسن في شهامته وجدعنته. قد ايه انك تتجوزي واحد اهطر زي ده؟ كانت غلطه عمري والله. معلش هنصلحها بعدين. ها يا اولاد صلوا على النبي بقى عليه الصلاه والسلام. هو انتوا اخر مره ما اتخانقتوش امتى؟ سبعة الصبح. سبعة الصبح. سبعة الصبح. لا والله بقى انت كدابة بقى و60 كدابة وبعدها طالع عظيم خدتني في الايه الساعة 7 الصبح. خلاص يا ولاد خلاص يا ولاد صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين انت يا استاذ حسن بعد اذنك يعني لما تكون داخل الحمام ابقى قول لها على الفوطة من بدري مش بعد ما تدخل تقول لها هات الفوطة. ايه المشكلة يعني لما تجيب الفوطة؟ لا 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 خلاص يا ولاد خلاص صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وانت برضه يا استاذ هاجر ما ينفعش يعني تعملي الاكل من غير ملح كل يوم يعني حتى بحط له حبه ملح. والله العظيم الكب امبارح بقى في الحمام بقى عشان اكل معفن وما بتعرفش تطبخ. لا معلش بقى انا اكل. لا والله العظيم ما بتعرفش. لا يا ماما خلاص خلاص صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. ده سكان العماره كلهم طفشوا بسببكم يعني ما بقاش في غير انا في العماره فيعني بعد كده لما هتتخانقوا مين اللي هيقعد لكم؟ ربنا يخليك لنا يا رب يا استاذ ايمن. احنا تعبناك معانا. معلش مفيش حاجه انا هقوم امشي دلوقتي وعايز اشوفكم كده زي ما انتوا قاعدين حلوين يعني طعمين كده مع بعض. خلاص يا اولاد صفي يا لبن حليب يا قشطه. اقوم بقى انا اسيبكم وانا كده يعني مخلص ضمير انكم بخير وطيبين وعساسيل. يلا اوصلك يا استاذ ايمن. لا والله يخليك يا استاذ حسن انا عارف طريقي زي ما دخلت زي ما اخرج وهسيب لك المفتاح في البوكس بتاع العداد. يلا تتمسوا بالخير يا اولاد. خلاص بقى هاجر بقى حقك بقى عليا بقى ما تزعليش بقى بابا. وانت كمان برضو ما تزعلش مني يعني كمان اتعصبت وكده. بس والله العظيم غصب عني يا حسن انا فعلا انت ما تعرفش انا بجد ببقى تعبانه ازاي طول اليوم وانا بروق الشقه. اي بصوا حبه تراب صغيرين كده حبيبتي انا عارف والله العظيم وشايف انك بتتعبي وعارف انك بتعملي كل حاجه. عرفت بقى؟ انا عارف يا بابا. تعالي بص نتفرج على صور شعر العسل فاكرها؟ اه طبعا. نفسي اسافر تاني يا حسن بجد. هنسافر والنبي عشان خاطر هنسافر. حاضر. بصي صور شعر العسل. الله يا حسن بجد نفسي اسافر تاني والنبي صفرنا تاني يا حسن. هنسافر تاني. بصي كرشك عامل ازاي. هتصفرني بجد؟ هنروح ان شاء الله الشهر الجاي. يا نهارك اسود ومنيل. في ايه يا هاجر؟ انت بتوقع الطفي على الانتريه؟ حرام عليك. ما تصوتش يا زفت.